يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت من البعض أن اليتيم هو الذي ماتت أمه أو مات أبوه قبل البلوغ، فهل هذا صحيح؟ ماتت أمه؟ لا، هذه البهائم، البهائم هي يتيم من البهائم ما ماتت أمه وهو صغير، أما من الآدميين من مات أبوه، لأن الأب هو الذي يقوم على المولود ويكتسب له ويتولاه. نعم.